شوف شوف، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 52. شوف الفرق بين الوقت، شوف حتى وانا بكلم، شوف الفرق بين الوقت اللي صورت في الفيديو ودلوقتي، شوف قدين كل دول ناس حقيقيون. السلام عليكم، النهاردة جبت لكم برنامج ازاي تزود عدد متابعينك. انا وصلت 1000 متابع تقريبا، وهو المصمم البرنامج عامل فيه خطأ فيه كده، فاحنا بنستغل الخطأ ده. تمام، بس اول حاجة تخلي الخصوصية عامة، ما تخلوش خاص. وبعدين ده البرنامج هسيبه لكم في الوصف. بعدين ندخل على البرنامج. طبعا اول ما تدخل على البرنامج حاول تجمع 20 نقطة. تمام، تعمل فولو او لايكات لناس. ايه، محدش شغال. تمام، وبعدين ترجع هتاخد النقطة بتاعتك، تجمع 20 نقطة بس مش عايزين اكتر. وبعدين هتيجي هنا عند ال تيجي عند زيادة المتابعين، وهتختار اللي هما الـ10 متابعين. قول له يس. هنا البرنامج بيقرأ الحساب بتاعك وصل له متابعين ولا لأ. تمام، فاحنا بقى هنستغل النقطة دي، نرجع تاني للتيك توك ونرجع نعمله خاص ونستنى بقى. شوف هنا هيجيلك طلبات متابعة، بس المتابعين هنا مش هيزيدوا، بس ان انت لسه ما قبلتش الطلبات. ما تقبلش الطلبات ولا تفتح الخصوصية، خليها زي ما هي. تمام، هو البرنامج هيفضل يقرأ الحساب بتاعك، مش هيلاقي بيوصل له المتابعين، فانت هيفضل يجيلك هيجيلك اضافات كتير. ما تقبلش الاضافات ولا اي حاجة، لو قبلت اضافة واحدة هتتحسب لك ان انت وصل لك متابعين، المفروض يوصل لك 10. فانت هتفضل العملية دي لحد انت ما تقبل دول كله، ولو وقفت معاك جرب تاني وهتكمل عادي، وان شاء الله توصل 1000 متابع. شوف هتفضل على طول جايلك متابعين. اتمنى اكون افدتكوا، يعني زي ما انا جربتها الصراحة وصلت ال1000.